وكمان بعد النهائي وفي لقاء حصري وخاص أيضا أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أن نجاح خليجي 25 جاء نتيجة لتكاتف الجميع في العراق، وشدد على أن فرحة العراقيين صارت فرحتين، فرحة بالاستضافة وفرحة بالفوز واللقب. دائما شكرا للحياة حسين الطائي المتميز اللي عرف يطلعنا هذه الحصرية. سيادة الرئيس نرحب لكم وجودكم في ام بي سي وصدر الخليج، واليوم يعني مشاعر مختلطة، ألف مبروك. هذا الكرنفال، هذا الكرنفال الرياضي، هذا الكرنفال الشعبي أتى بجهود يعني كبيرة من الحكومة المركزية ومن الحكومة المحلية، كان جهودهم واضح، وأيضا القائمين على النشاط الرياضي. فرحة العراقيين مرتين، الفرحة الأولى بجمع إخوانهم العرب هنا في البصرة الفيحاء، والفرحة الثانية هو بتتويج المنتخب العراقي بلقب هذه البطولة الذي انتظرناه وانتظرناه سنين طويلة. مبارك لشعبنا، مبارك لكل القائمين على هذا العرس الرياضي الكبير، وإن شاء الله ينتظرنا في قادم الأيام استحقاقات كثيرة ويكون العراق متميز في كل شيء. شكرا رئيس. أنت رياضي، اليوم المباراة نارية. أكيد. جول بجول. أكيد أكيد أكيد. كانت مباراة ندية، كانت مباراة قوية، وكلا الفريقين أدى ما عليه، ومبروك لمنتخبنا وهارد لك للمنتخب العماني. اسمح لي بكلمة، اليوم أنا كعراقي سعيد أن أرى الجميع تعاون لإنجاح بطولة من رئاسة الوزراء إلى أصغر شخص في هذه الدولة. الكل ساهم، الكل ساهم، والأخ رئيس الوزراء كان له دور كبير، رئيس الاتحاد أيضا السيد عدنان درجال وزير الرياضة، وكان معزبهم جميعا في البصرة. أبو الكرم محافظ كله. الأخ محافظ البصرة، مبارك له ومبارك له البصرة. شنو كلمتك للشعوب الخليجية اللي حضرت وشافت الكرم العراقي والاستعداد؟ بغداد 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 سلام، العراق عراق سلام، البصرة بصرة سلام، وكل محافظاتنا محافظات سلام. الآن شافوا بهم عينهم مدى حب العراقيين لهم، وأيضا شافوا مدى كرم الضيافة، وأكيد سيكون وضع البصرة ووضع العراق بعد خليج 25 يختلف عما كان في السابق. أخير سيادة الرئيس، أكو مكافأة؟ بالتأكيد. فعلا عراق محبة وعراق سلام.